إخواني خليكن على أهل الصفاء، وأقول من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه، من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه. متى ما صار عندك هيك صفاء الله يصطفيك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي. أنت بيصطفي لما بيكون من أهل الصفاء، أما إذا ما من أهل الصفاء، وأنت أهل الصفاء لما ما بتتداخل بالناس، ما بتحكي على هذا ولا على هذا، يصطفي. ويلي بيحكوا عليه عشية بتقول اللهم إني تصدقت، هيك يعني، اللهم إني سامحت جميع الخلق، سامحت جميع الخلق بما قالوا وبما فعلوا، أنا مسامح الكل. علامة المسامحة ثاني يوم لو بشوف عدوي بيقول السلام عليكم، امبارح سامحته، السلام عليكم، ما بيرد، طلع فيه ما بيرد، خلص. لما رد النبي قال يرد عليك من هو خير منه، الملك بيرد عليك. إذا سلمت الملك بيرد عليك، هو ما رد يصطفي. أنا سامحت، السلام عليكم، ما رضي يصطفي. تعلموا دائما أن يصل خيرنا للناس وندفع شرنا عن الخلق، هذا حتى نكون من جملة من حسن اصطفاؤه، حسن صفاؤه. والله ما في أعلى من صفاء القلب، لا تنشغل بفلان ولا بفلان ولا فلان، لك عم بيحكوا عليه عم يطعنوا فيه، في الله، في الله بياخذ الحق. والله إذا بياخذ الحق بياخذ الحق على 20 ضعف من ضعف واحد. الله يرضى عن الإمام جنيد، كان مرة عم يدرس، فقامت امرأة سبت الشيخ وهو عم يدرس، عم يدرس فزت سبته. الشيخ التفت لواحد من الإخوان قال له قوم ضربها كفين، مرة ما سمعت ظهر الشيخ، ليش طلع الأخ برات الجامع أضربها ما أضربها، لك والله الشيخ عم بيعرف في كثير، والله الشيخ بيسامح كثير، ما ضربها سقطت المرأة ميتة، الحمد لله لما ضربتها. رجع عن الشيخ يا سيدي، قال له ماتت المرأة، قال له لك ما ضربتها كفين، لا والله سيدي، قال له أنت اللي قتلتها، قلت والله ما أهرشتها، قال له ابني هي تعديت على أهل الله، تعديت على أولياء الله، والله نصير لأهل الله، حبيت أخذ نصرتي بإيدي حتى الله ما يتداخل، فما رضيت أنت تضربها فالله انتصر لي. يا سبحان الله، شلون عم عرفانين هالمعاملة مع الله؟ هيك يا أخواني، لذلك خليك مع الله ولا تخاف.